اهلا بيكم طلاب الغاليين في كل مكان في الجزء الثاني من الفصل السابع. خدنا الجزء اللي هو كان بيتكلم عن جامعة الدول العربية، اتكلمنا فيه باستفاضة وخدنا بعض الافكار المهمة اللي ان شاء الله هتكون موضع تساؤل في الامتحان. النهاردة ان شاء الله ناخد القضية الثانية، وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي. فاحنا بنقول فلسطين دولة عربية، حقيقة تاريخية. بعد كده اليهود بيحاولوا يثبتوا عكس ذلك، وبيحاولوا ان هم يجوا على حقوق الإنسان للمواطن العربي، فبالتالي هنا إثبات حقيقة غير طبعا تاريخية. ففتحوا باب الهجرة من كل أنحاء الدول والقارات لهجرة اليهود إلى فلسطين، وده شفناه لما اتكلمنا عن الاحتلال الفرنسي للجزائر. لما فرنسا راحت الجزائر فتحت أبواب الجزائر لهجرة اليهود وشجعتهم على امتلاك الأراضي عشان تشجعهم على البقاء والاستثمار. فمن أولى الدول اللي سعت على توطين اليهود هي فرنسا، وكان في الجزائر. بيقول لي هنا تعالوا نتكلم عن الحركة الصهيونية. يبقى احنا أول عنوان هنتكلم عنه الحركة الصهيونية، تمام؟ لما نتكلم عن النهضة الأوروبية أو النهضة الفكرية في أوروبا، لما النهضة حصلت في أوروبا، آدي عندنا قارة أوروبا، حدث فيها نهضة. النهضة دي أثرت على اليهود ثقافيا واقتصاديا. ثقافيا نمو مستواهم الفكري، أهو بيقول لي إن النهضة أدت إلى ارتفاع المستوى الفكري لليهود. كمان إيه تاني؟ اقتصاديا امتلكوا ثروات طائلة، فبقي عندهم ثروات كبيرة، فاستفادوا اليهود من النهضة الأوروبية ثقافيا واقتصاديا. نتيجة الاستفادة في الجانب الثقافي يبقى نقول لك إيه؟ استخدم اليهود النهضة الأوروبية في نقط دعم مستواهم الثقافي والاقتصادي. دعم مستواهم، اكتبها يلا، هات ورقة وقلم واكتب معايا، دعم مستواهم الفكري والاقتصادي. كمان بيقول لي ان اليهود استغلوا مهاراتهم لتكوين ثروات. طب ما ده نقدر نقول عليه زي الاجانب في الحكم مين؟ العثماني. برافو عليكم. لما الاجانب استغلوا تنظيمهم، ما تنظيمهم ده مهارة، والامتيازات اللي ادتها الدولة العثمانية لهم، لكن تنظيمهم دي زي المهارة اللي استخدمها اليهود في استثمار الاقتصاد في اوروبا وتكوين ثروات طائلة. فنقدر نقول ان اليهود في اوروبا والاجانب في الحكم العثماني، ايه وجه الشبه بين الاثنين؟ القدرة على تكوين الثروات او الامتلاك المهارة للسيطرة على الوضع مين؟ الاقتصادي. بعد كده ظهرت النهضة، يبقى احنا اتكلمنا عن النهضة الأوروبية. تعالوا نتكلم على النظرية القومية. بيقول النظرية القومية هي دي النظرية السائدة في العصر الحديث، تمام؟ ان لما يا جماعة اليهود عاشوا في أوروبا واستغلوا الوضع الاقتصادي والثقافي، ايه اللي حصل؟ بدأوا اليهود يكونوا ثروات وينموا مستواهم الفكري، فبدأوا يستغلوا الوضع ده ان هم يسيطروا على النهضة ويستفيدوا منها، هم يحتكروا النهضة الأوروبية لصالحهم. طب وده ينفع؟ فبدأ هنا يا شباب ان شعوب أوروبا تبص لليهود على انهم، هو انتوا تاخدوا النهضة ثمارها، تجنوا ثمارها اليهود واحنا مش هنستفيد من النهضة. فبدأ هنا يظهر عداء ما بين شعوب أوروبا وما بين اليهود. فاليهود بدأوا يعيشوا في أماكن منعزلة في جيتو خاص، وبدأت تظهر النظرية القومية اللي هي، وهي غالبا ما يعيشون في جيتو خاص، يعني مكان منعزل. يبقى عاش اليهود في جيتو خاص، مثل نقط، هقول لك مثل المماليك في الحكم مين؟ العثماني، او اللي هي طبقة الحكام لما عاشوا في عزلة عن سائر فئات المجتمع. برافو عليكم. فهنا بقى بيقول ايه؟ يعملون على الحفاظ على مقوماتهم اليهودية في مواجهة تنامي المشاعر القومية لدى الشعوب اللي هي الأوروبية. فبدأوا هنا اليهود يمثلوا أقلية بيحافظوا على خصائصهم، فده هيعمل عدم تجانس في القارة الأوروبية. طب وعدم التجانس ده هترفض الشعوب، فبالتالي تتصاعد العداوة ما بين اليهود والشعوب المسيحية. ومن هنا بدأوا اليهود يتطلعون لإقامة وطن قومي لهم. فلما نيجي نراجع الكلام ده هنقول ان النهضة الأوروبية استفاد منها اليهود ثقافيا و اقتصاديا. ظهرت النظرية القومية، فاليهود عشان لا يذوبوا في المجتمع يحافظوا على خصائصهم،
فعاشوا في أماكن منعزلة، فوقفوا عائق أمام تجانس القارة الأوروبية، مما أدى إلى إن الشعوب الأوروبية بدأت تقول لك لا، طب إحنا لينا قوميتنا، فبدأوا يتمسكوا بالقومية بتاعتهم. نتيجة لذلك إيه اللي حصل؟ عداء، فالعداء ده ولد فكرة إقامة وطن قومي لليهود. ففي القرن ال19 ومطلع القرن العشرين بدأت الحركة الصهيونية تتبلور، يعني تظهر ويقولوا إن إحنا عايزين نرجع إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد التي وعد بها الله المختار. يبقى اعتمد اليهود في سبيل عودتهم إلى فلسطين على نقط، على إيه يا شباب؟ الثوابت الفكرية والتاريخية. يبقى ثوابت فكرية وثوابت تاريخية. فكرية جاية من الدينية، تمام؟ فبالتالي الثوابت الدينية والتاريخية، أو نقولها زي ما أنتوا حابين. فهنا في المؤتمر اليهودي 1897، وده عقد في عهد مين من حكام مصر؟ عباس حلمي الثاني. ليه؟ لأن توفيق مات 1892 وتولى ابنه عباس حلمي الثاني، فده 97، يبقى عقد المؤتمر اليهودي في سنة أو في عهد عباس حلمي الثاني. فعقد ليه؟ لبحث المسألة اليهودية، لبحث المسألة اليهودية. وتحددت فيه وفيه تحددت فكرة إقامة وطن لليهود، لكن ما حددناش من هو هذا الوطن، مين اللي هنعمل فيه وطن، تمام؟ وده دليل على إيه يا جماعة؟ كذب ادعاءات اليهود. يبقى المؤتمر اليهودي الأول ده يدل على إيه؟ كذب ادعاء اليهود بأن فلسطين وطنهم القومي. ليه؟ لأنها لم تكن خيارهم الأول. يبقى ما قالوش احنا اول بقى احنا لو انا ليا وطن هقول لك ايه يا عم، انا تعبان مثلا، انا مسافر اي دولة ان كانت، انا كنت في فرنسا فانا تعبان في فرنسا، اقول لك لا، يبقى انا بلدي اولى بيا. مين بلدك يا عم؟ مصر. فبالتالي هنا ايه اول حاجة الواحد بينطقها هي اسم بلده، فبالتالي هنا دول ما نطقوش الاسم، فيبقى طبعا ده دليل على كذب ادعاءاتهم. فبعد كده المؤتمر في مطلع القرن العشرين 1905، وبرضه كان في عصر عباس، لأن عباس هيبدأ من 92 حتى 1914 والحماية البريطانية وعزله وتعيين عمه حسين كامل. فهنا بقى بدأ يقولوا إن إحنا لا، إحنا عايزين فلسطين. يبقى اتحددت إمتى؟ في المؤتمر الثاني وفي مطلع القرن العشرين، وبدأوا بقى إنشاء المنظمة الصهيونية والصندوق الصهيوني لتمويل عملية شراء الأراضي في فلسطين عشان يدوها لليهود او للمستوطنين. فظهر شعار الصهيونية. يبقى ظهر شعار الصهيونية امتى؟ يبقى ظهر في مطلع القرن مين؟ العشرين. تعالوا ناخد تصريح بلفور. تصريح بلفور وزير خارجية بريطانيا، خلي بالنا خدنا صامويل هور وخدنا ايدن وادي بلفور، يبقى في ثلاث شخصيات، صامويل هور وايدن وبلفور، دول الثلاثة وزراء خارجية بريطانيا. ده اللي ارتبط بتوتر الموقف الدولي في الحرب العالمية الثانية، ده اللي ارتبط بمفهوم الوحدة العربية، وده اللي ارتبط بالصراع العربي الإسرائيلي. فبيقول لي في الحرب العالمية الأولى ارتبطت مصالح بريطانيا بمصالح اليهود. اليهود ساندوا بريطانيا في الحرب، فبالتالي بريطانيا أصبحت مستعدة لتأييد مطالب اليهود أو ترد لهم الجميل. فهنا بدأ يظهر فكرة إن بيلفور وزير خارجية بريطانيا أصدر خطاب إلى رئيس الطائفة اليهودية روتشيلد، وقال له كده يا جماعة إن إحنا هنعمل لكم وطن في فلسطين. فهنا نقدر نقول إن صدر تصريح بيلفور بهدف نقط، أو إيه القاسم المشترك بين أيدن اللي هو استغلال الشعوب العربية في الحرب، وبيلفور استغلال اليهود في الحرب، يبقى خدمة مصالح بريطانيا في الحرب العالمية الأولى. ده القاسم المشترك بين ايدن وبيلفور، فخلي بالنا. فليه اصبحت بريطانيا مستعده لتأييد وطن قومي لليهود؟ ايه اللي خلى بريطانيا مستعده لذلك؟ هقول لك ان ارتباط مصالحها في الحرب العالميه الاولى، او اوضاعها في الحروب العالميه، اوضاع بريطانيا يعني في الحروب مين؟ العالميه. تعالوا نشوف كده عد فلسطين امام مؤتمر الصلح في باريس. بس قبل ده تعالوا نشوف كده المعلومة الاسرائيلية دي ونحلل تصريح 28 او تصريح بلفور. اسف،
فبيقول لي هنا روتشيلد رئيس الطائفة اليهودية: أعبر لكم عن بالغ سروري إذا أنقل إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة اللي هو حكومة بريطانيا، تمام، التصريح التالي بالعطف على الأمانة اليهودية الصهيونية، وهو التصريح الذي عرض على مجلس الوزراء ونال موافقته، يعني مجلس وزراء بريطانيا. إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين، وستبذل أقصى مساعية لتيسير تحقيق هذا الهدف، على أن يكون مفهوما أن شيئا لن يعمل قد يكون من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف الحالية غير اليهودية. مين الناس اللي عايشين في فلسطين؟ العرب. فبيقول احنا مش هنمس الطوائف غير اليهودية، ما نطقش كلمة عرب. يبقى لو جاب لي المعلومة الإسرائيلية دي في الامتحان وقال لي تستنتج من المعلومة الإسرائيلية دي ايه او من التصريح ده ايه، هقول لك محاولة إغفال الحقيقة التاريخية ان فلسطين دولة عربية. هنا بيقول نص التصريح على تأسيس الوطن اليهودي القومي لليهود في فلسطين، ومن ثم ليس كل فلسطين ستصبح وطنا قوميا لليهود. هل تختلف؟ أيوة، فلسطين دي دولة وهناخد منها قطين وصالة نديهم لليهود، ده تصريح بلفور، لكن مش فلسطين دولة يهودية، ده اللي احنا بنتمسك بيه ودايما بنقوله. ده عكس اللجنة الإنجليزية الأمريكية بعد شوية اللي منكم فاكر الشرح، هيلاقي ان هناك قالوا فلسطين دولة يهودية، فدولهم حقوق لم يكنوا يتمنوها في تصريح مين؟ بلفور. لم يشير النص إلى عرب فلسطين صراحة، بل يكاد يغفل وجودهم مع إنهم غالبية السكان، وهنشوف بعض الأسئلة أنا جايبها على هذا النمط. إن بريطانيا منحت إقليما لا تملكه إلى طائفة لا تستحقه دون إشارة أصحاب البلاد، والسياسة دي مين انتهجها فيما بعد يا شباب؟ برافو عليكم. فرنسا لما خدت أجزاء من سوريا وضمتها إلى لبنان، أو فرنسا لما خدت أجزاء من سوريا وضمتها إلى تركيا. فطبعا ممكن نقول واحدة في الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى، وواحدة في الحرب العالمية الثانية. طبعا دي رابطة جميلة جدا ومهمة وخلي بالكم منها يا شباب. فلسطين أمام مؤتمر الصلح في باريس، بيقول لي فبعد إنهاء الحرب توالت المذكرات العربية والصهيونية على المسؤولين من دول الحلفاء وعلى مؤتمر الصلح، فقد طالب فيصل بن الحسين يبقى باستقلال البلاد العربية، وطبعا زيه زي سعد وغيره. يبقى لو قلنا اني خالد عبد القادر الجزائري وسعد زغلول، ولو اتكلمنا عن فيصل ابن الحسين، اجتمعت الشخصيات السابقة على نقط تفضيل الحلول السلمية او كشف زيف المبادئ الدولية او محاولة او الثقة في مبادئ ويلسون او حق الشعوب في تقرير مصر. بيقول هنا اما اليهود قدموا مذكرة صهيونية في فبراير 19 وبالاعتراف بالحق التاريخي لليهود، وطالبوا بيه ثلاث مطالب مالهم بقى: وضع فلسطين تحت الانتداب، العمل على تطبيق نص تصريح بلفور، إقامة مجلس تمثيلي لليهود. لو لاحظتوا إن المطالب دي تتميز بوضوحها ودقة تنفيذها، يبقى تختلف مطالب اليهود عن مطالب العرب في وضوح الرؤية، وضع رؤية مستقبلية واضحة. يبقى اليهود كان عندهم يا جماعة حسن التخطيط عن العرب في المذكرة الصهيونية. طيب بعد كده بيقول لي إيه؟ فاتفقت انجلترا وفرنسا على ان توضع، يعني استجابوا للمذكرة الصهيونية، وقال وضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزي، وان تلتزم الحكومة بتصريح بلفور، يعني تلتزم به وعودها لليهود، والتي اقرت نظام الانتداب عصبة الامم كمان، وتخلت عن اعظم مبادئها وهو حق الشعوب في تقرير نفسها او تحكم نفسها بنفسها. يبقى ظهر سلبية المنظمات الأممية، وفكرة وضع فلسطين تحت الانتداب ده يتطلب ايه؟ يتطلب اعادة النظر في سايكوس بيكو. ليه؟ لان في سايكوس بيكو قالوا فلسطين تحت ادارة دولية، ويتطلب تطبيق مؤتمر سان ريمو
لان سان ريمو هو اللي قال في بريطانيا تاخد العراق تخضع للانتداب البريطاني وفلسطين ايضا للانتداب البريطاني. تعالوا نشوف سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين. بيقول عينة هاربرت سامويل مندوبا ساميا على على فلسطين، وده زي اللورد كرومر مثلا تمام في مصر، وشكلت إدارة عليا ذات طابع صهيوني. يبقى يتفق مع ايه من مبادئ دفرن النجلزة تمام هنا، بس التهويد تمام. وصدرت القوانين التي تسمح بانتقال الأراضي المملوكة للدولة لليهود، أو قوانين انتزاع الأرض من الأفراد إلى اليهود. وطبعا الصندوق الصهيوني كان مستعد وموفر الأموال لشراء الأراضي بأعلى الأسعار للاستحواذ على الأرض. يبقى نقدر نقول إن الفقرة دي مهمة جدا جدا تمام. يبقى صارت إنجلترا على نفس السياسة تمام البريطانية في مصر من حيث نقط، من حيث ايه يا شباب؟ تعيين مندوبا ساميا او منصب المعتمد البريطاني. كمان ايه تاني؟ يقول لي اصدرت القوانين اللي تنتزع الارض، يبقى ده زي البيوع الجبرية، وده على عكس طبعا ايه مبادئ دستور 23 في مصر اللي ظهرت بتقول، وده كان من نفس الصيغة دي. يبقى هنا ليه اتوضع هناك النص ده اللي هو حرمة انتزاع الارض؟ عشان كنا القراءة الجيدة لما حدث في فلسطين. فخلي بالنا من الرابطة دي برضو تمام. اي حرف بقوله يا جماعة موضع تساؤل، وهنتحاسب بعد الامتحان بهذا الكلام. كمان هنا الصندوق الصهيوني اصبح اليهود مستعدين لشراء هذه الارض في فلسطين. طب جالهم منين الفلوس؟ هقول لك برغم من النهضة الاستفادة والثروات الطائلة اللي كونوها من النهضة الأوروبية. تعالوا نشوف الكتاب الأبيض الأول. يعني إيه كتاب أبيض أول؟ مجموعة نصوص سياسة بتحددها في بريطانيا للوضع في فلسطين. فده يشبه القانون الأساسي في مصر لدفرن 1883 في إيه يا شباب؟ هقول لك في رسم سياسة بريطانيا في مستعمراتها. فقالت ايه بقى في الكتاب الابيض؟ ان حكومة جلالة الملك لا تتصور ان فلسطين كلها ستصبح يهودية، مسمى انجلترا انجليزية. يعني يا جماعة حطوا في بطنكم بطيخة صيفي، وده هم 10 نفر هيروحوا يقعدوا في فلسطين وما هيأثروش. طبعا ده من باب مين؟ التمويه. عشان العرب يقول لك يا عم ده اللي هيجوا دول مش هيأثروا علينا، فييجوا ييجوا ما فيش مشكلة. نكتشف بعد كده ان ايه؟ ان اليهود مالوا مين؟ فلسطين. يبقى دي سياسة استخدمت بريطانيا في الكتاب، سياسة الدهاء السياسي او مبدأ الدهاء السياسي. فهنا بقى ان تصريح بلفور غير قابل للتغيير، ده وجه شبه وجه شبه في الثلاث كتب اللي هو التزام بريطانيا بوعودها مع اليهود. ومن الضروري زيادة عدد الطائفة اليهودية. طبعا ده هيؤدي إلى تغيير الوزن الديموغرافي في فلسطين. رفض طبعا والارتقاء بفلسطين حتى تصبح مؤهلة للشعب اليهودي. رفض العرب هذا الكتاب وقالوا إن ده أغفل حقيقة تاريخية وأغفل حقوق الإنسان ورفضوه. أما بقى اليهود ده فرحوا وتم فتح باب الهجرة وانتزاع الأرض وتحميل العرب بالضرائب حتى يتركون أراضيهم. يبقى ده زي فكرة البيوع الجبرية في مصر. يبقى انتهجت بريطانيا سياسة موحدة تجاه الوضع في مصر والانتداب في فلسطين من جهة نقط البيوع الجبرية أو السيطرة على الأراضي الزراعية. بعد كده بعد الكتاب الأبيض ده يا شباب حصل حادث البراق. بيقول لي الحادث ده كان من بين الصدمات الكبرى ما بين العرب واليهود سنة 29. طبعا احنا عارفين ان هنا المسجد الاقصى يا جماعة ده مقدس عظيم لكل الناس. فبالتالي هنا كان ده بالنسبة لينا كعرب وكمسلمين ده حق تاريخي. اليهود بقى يقول لك ايه؟ لا ده هنا ده حائط البراق في المسجد ده، في المسجد الاقصى ملتصق به حائط البراق، او ان هناك يسموه حائط المبكى باللغه اليهوديه.
فحائط المبكى بيروحوا هناك وبيترحموا على ايامهم وعلى دولتهم وعلى ممالكهم. فطبعا حاجات احنا ماليناش دخل بيها، لكن كل الموضوع ان حدث صدام ما بين العرب وما بين ايه، يبقى الصدام ده اساسه ديني، تمام، ما بين العرب وما بين اليهود. بريطانيا بقى عملت العرب معاملة سيئة جدا وعملت اليهود معاملة رقيقة، قالت لهم ايه، بسم الله عليكم، معلش يعني انتوا اتعورتوا، والعرب انتوا مش قايلينكم تتخلى عندكم. فيبقى طبعا هنا سياسة الكيل بايه، بمكيالين، او اللي هو عدم المساواة، او ظهرت التفرقة في سياسة بريطانيا في حادث البراق. الكتاب، فاول ما بتتزنق بريطانيا يا جماعة بتقول له ايه، انزل لي يا ابني بالكتاب الابيض التاني. فالكتاب الابيض الاولاني سنة 1922، التاني سنة 1930، ايه وجه الشبه، التزام بريطانيا بوعودها مع اليهود. فهنا التأكيد على تنفيذ تصريح بلفور، رفض إقامة حكومة دستورية ديمقراطية، لأن لو حصل انتخابات عدد السكان عرب أكتر، تمام، فلو حدث انتخاب هيبقى مين اللي هيحصل، تعريب للإدارة، فبالتالي هي بريطانيا جاية تملك العرب السلطة ولا تملك اليهود، ده يتنافى مع مطالب اليهود في المذكرة الصهيونية اللي هي تشكيل مجلس تمثيلي ليهود فلسطين. يبقى نص الكتاب الأبيض الثاني يتعارض، يتنافى مع أي من المذكرة الصهيونية بوضوح، أو رفض حكومة دستورية يتعارض مع أي من مطالب المذكرة الصهيونية، أقول له مجلس تمثيلي ليهود فلسطين. فأوصت بريطانيا بإقامة مجلس لليهود والعرب معا، يعني المبدأ ده اللي هو محاولة امتصاص غضب مين، العرب. وهذه السياسة التي كانت سبقت واتبعتها بريطانيا في مصر بعد نقط، طبعا حادث مين، دين شوي لما سحبت اللورد كرومر وعينت جورست، كلها أسئلة ربط مهمة جدا وفي غاية من الأهمية. انتقد الكتاب تسلل أعداد ليست بالقليلة من اليهود إلى فلسطين بطريقة غير مشروعة، ولكن لم تضع الحكومة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أو لمنع هذا التسلل. يبقى الكتاب بيثير قضايا دون حسمها، يبقى ده نقدر نقول عليه افتقد إلى الحسم، وده زي قرار 242 اللي هنشوفه في الشرح بعد كده، اللي هو الاثنين دول ايه وجه الشبه، الكتاب الأبيض الثاني وقرار 242، الافتقاد الى الحسم. وكمان هنا ان اي قرار متعذر تنفيذه الا بالحكومة البريطانية، والحكومة البريطانية لم تصدر قرار. فاعتبروا الصهيونيين تخلي من بريطانيا عنهم، فضغطوا عليها وظل وراءها حتى اصدرت بيانات سحبت فيها كل ما وجد فيها الصهيونيون مساسا بمخططهم نحو فلسطين لليهود. تعالوا نشوف بعد كده اللجنة العربية العليا، بيقول لي أخذت جموع اليهود تتدفق، هتلر يا جماعة اضطهد اليهود، تمام، يبقى ألمانيا اتبعت نزعة عنصرية، وقبل كده لما احتل فرنسا اتبع نظرة توسعية، وده السؤال المقالي اللي كان في الامتحان التجريبي، تمام. وكانت فلسطين هي الجهة المفضلة لليهود الألمان. يبقى اللجنة العربية الأولى زي الكتاب الأبيض الأول من حيث نقط، اللي هي تغيير الوضع الديموغرافي. فهنا بيقول لي ان حدث كثافة للمهاجرين، واكد البرلمان البريطاني، يعني السلطة التشريعية اللي استمد منها اليهود شرعية هجرتهم الى مين، الى فلسطين بسبب اضطهاد هتلر. فالاعداد زادت، فالعرب بدأوا يتحركوا بقى، وسنة 35 قالوا ان احنا لازم ندافع عن عرب فلسطين. فتشكلت الزعامات العربية وطالبت بحكومة نيابية، إيقاف الهجرة الشرعية منها وغير الشرعية، إصدار بطاقات لمواطني فلسطين، وده عشان نوقف عملية الهجرة. يبقى حاول العرب وقف عملية الهجرة من خلال نقط. إحنا نعرف إزاي إن ده جاي، وخاصة الهجرة غير الشرعية، لازم يكون معانا بطائق، لازم يكون معانا ورق حق تصريح دخول. فالمطلب ده هو اللي يؤكد على أهمية وقف الهجرة الشرعية وغير الشرعية.
كمان منع انتقال الأرض من العرب إلى اليهود، وسن قانون الأفدنة الخمسة على نسق ما حدث في مصر للتصدي للبيوع الجبرية أو مبادئ دستور 23. يبقى تتفق اللجنة العربية مع أي من مبادئ دستور 23؟ مبدأ الحريات، ولا مبدأ المساواة، ولا الفصل بين السلطات، ولا مبدأ الحرمات. طبعا هتبقى الحرمات، أو هنقول مبدأ المواطنة تنفع برضو. تمام، يبقى دي أسئلة ربط برضو جميلة. تعالوا نشوف كده بقى، لما بريطانيا رفضت كل مطالب العرب اندلعت الثورة العربية الكبرى في سنة 36. خلي بالنا من الثورة العربية أحمد عرابي، خلي بالنا من الثورة العربية الكبرى، وخلي بالنا من الثورة العربية الشريف حسين، ودي الثورة العربية الكبرى اللي هي في فلسطين. فبيقول استخدمت حكومة الانتداب أشد أنواع البطش، وقصفت بيوت المجاهدين بالطائرات. يبقى زي سياسة مين؟ برافو، يبقى زي إنجلترا في ثورة 19 لما وجهت حملات انتقام، يبقى مواجهة الثورة بالعنف، أو زي ما حدث في مصر. تمام، لما كانت الحملة الفرنسية، لما نابليون أعدم كثير من الثائرين في ثورة القاهرة الأولى اللي هو استخدم فكرة العقاب الجماعي، أو هدد نابليون بحرق القرى التي تعترض طريقه. وهذه السياسة كانت استحضرتها إنجلترا في نقط في فلسطين، العقاب الجماعي لثوار عرب فلسطين. ومع تجمع اضطربت نظر الحرب العالمية الثانية، بوادر الحرب وتصريح سامويل هور وغزو إيطاليا للحبشة. يبقى فاكرين غزو إيطاليا للحبشة ده أثر على ثلاث دول، على مصر وعلى فلسطين وعلى مين يا شباب؟ على سوريا. في مصر إنجلترا عملت إيه؟ قيام ثورة نوفمبر 35 بسبب بوادر حرب عالمية تانية ورفض بريطانيا تقنين أوضاعها مع مصر. وفي فلسطين أو اللجوء إلى الوساطة العربية لإخماد الثورة. وفي سوريا فرنسا عملت مشروع معاهدة 36. يبقى مشروع معاهدة 36 يعني سعت فرنسا لتقنين أوضاعها في سوريا، اللي هو بوادر حرب عالمية أو غزو إيطاليا للحبشة. يبقى خلي بالنا من الأفكار اللي زي كده، دي أفكار جميلة جدا. بعد كده هنا بريطانيا لجأت إلى ملوك العرب اللي هو العراق والسعودية والأردن. اشمعنا التلاتة دول؟ عروش وهمية. يبقى بريطانيا عملت ايه؟ استخدمت عروش وهمية في معظم الدول اللي انتدبتها، سواء في كانت في مصر زي الخديوي توفيق، او في العراق زي فيصل بن الحسين، او حتى في الأردن او في السعودية. فاستخدمت العروش الوهمية دي لينصحوا الثوار بالتوقف عن الثورة والتباحث مع لجنة بيل، وده يشبه ثورة 19 لما أرسلت لجنة مين؟ ميلنر. فلكن لم تلجأ إلى مصر. طب ليه؟ لأن هنا كان بدأ بعد كده يتولى الملك فاروق، والملك فاروق كان ميوله محورية، يبقى بسبب توجهات السياسية للسلطة الحاكمة في مصر. هات ورقة وقلم واكتب ورايا الأفكار. يبقى توجهات السلطة الحاكمة في مصر. فبيقول توقف القتال. يبقى ليه توقف القتال؟ ولو جبنا صورة للزعماء العرب، بسبب الوساطة العربية أو استخدام الحلول السلمية. فهنا عملت مشروع التقسيم، أونكل بيل بل فلسطين وقسمها نصين وقال لهم إحنا هنعمل إيه؟ هنقسم منطقة، أدي منطقة دي اللي هي منطقة انتداب، والمنطقة الأخضر دي المنطقة العربية، ودي الدولة اليهودية. تمام، يبقى ثلاث مناطق. لو لاحظنا ان منطقة الانتداب جعلت من او اصبحت بريطانيا ايه؟ دولة حاجزة. دولة مين؟ حاجزة ما بين العرب وما بين ايه؟ اليهود. تمام، او المنطقة دي اللي هي المنطقة الدينية كانت بمثابة ايه؟ منطقة انتداب للحفاظ على حقوق الطرفين في ايه يا شباب؟ برافو عليكم، في الاماكن الدينية. اليهود وافقوا على هذا التصريح، اما العرب رفضوا وقالوا ان اي اقتسام هو عدوان، وكيف يتحول اللاجئ الى صاحب ارض وصاحب الارض الى لاجئ ومشرد، وعادوا الى الثورة المسلحة. يعني فشل لجنة بيل
في أداء مهامها مثلما فشلت لجنة ميلنر. والاثنين ايه وجه الشبه بين سبب الفشل؟ الوعي السياسي سواء في مصر او هنا تمسكوا بكامل اراضيهم، فده دليل على انهم عندهم وعي. لكن فالحرب العالمية الثانية هتقوم وبريطانيا تسعى الى ايه يا شباب؟ برافو عليكم، تسعى الى ايجاد حل للمشكلة. قالت يا جماعة كفاية، احنا عايزين نعمل ايه؟ الحرب العالمية الثانية بتقوم وعايزين نجمع الطرفين عرب ويهود حول المائدة المستديرة ونعمل اتفاق. لكن العرب طبعا ما وافقوش. طب ليه؟ لان استحالة التوفيق ما بين الحق العربي والاطماع اليهودية. اليهود عايزين يعملوا دولة في فلسطين، والعرب يقولوا فلسطين دولة عربية، فاستحالة ان احنا نيجي على طرف ولا هنحل هذه القضية باجتماع او بمؤتمر. الكتاب الابيض الثالث نزل برضو، دايما بتصدر الكتب بعد مواجهة ازمات. فقال التمسك بتصريح بلفور يبقى الاول 22 والثاني كان سنة 1930 وادي الثالث 1939. فايه وجه الشبه بين الثلاثة؟ برافو عليكم، الالتزام بوعود بريطانيا لليهود. تمسك تسهيل الهجرة الشرعية تحديد عدد المهاجرين، قام على الهجرة غير الشرعية، يبقى ده يشبه الكتاب الأبيض الثاني. أو راعت بريطانيا في الكتاب الأبيض الثالث أي من مطالب اللجنة العربية العليا؟ هقول لك قام على الهجرة غير الشرعية. إقامة حكم ذاتي يشارك فيه العرب واليهود، برضو ده يشبه المجلس التمثيلي في الكتاب الأبيض الثاني، وطبعا يتناقض مع مطالب المذكرة الصهيونية. منع انتقال الأرض يحقق برضو مطالب اللجنة العربية العليا. لكن هذا الكتاب قال إسناد الوظائف حسب عدد السكان، وفي حال تنفيذه كان تم تعريب الإدارة الفلسطينية، تمام؟ لكن لم ينفذ بسبب طبعا اندلاع الحرب العالمية الثانية، وواضح كده ان اليهود ما كانوش راضيين عنه. بدأ يظهر دور الولايات المتحدة، كانت شديدة التحيز للصهيونية برضو بسبب ارتباط مطالبها، وخاصة الحصول على البترول، فالشرق يقف على بحيرة من البترول. من يسيطر على الشرق يسيطر على العالم، دي نظرية. فبدأوا اليهود يقولوا احنا عايزين نسيطر على المنطقة دي، او معاهم الولايات المتحدة، فالتقت مطالب الاستعمار مع مطالب الصهيونية. فنقدر نقول ان بريطانيا رحبت بوحدة العرب. ليه؟ عشان البترول. والولايات رحبت بالحق اليهودي، رعاية الحق اليهودي بهدف البترول. يبقى الاثنين عايزين السيطرة على مصادر الطاقة. طيب تعالوا نشوف قرارات مؤتمر بالتيمور. بيقول مؤتمر بالتيمور عقد شرق الولايات المتحدة وحضرته المنظمات الصهيونية بس. يبقى ده هيبقى زي مؤتمر لندن بعد كده، حضروا العرب فقط، فكلهما عقد من جانب واحد. وهيحضروا واحد اسمه هاري ترومان الذي سيصبح رئيسا للولايات المتحدة في 45 ل 53. وأصدر المؤتمر قراراته على ان كله طبعا انحياز للصهيونية. ليه؟ لان حضر من جانب واحد. طيب انشاء دولة يهودية، تمام. تشكيل قوة عسكرية تحارب تحت علم خاص، يبقى بقيت فلسطين دولة مكتملة الاركان وخدت حق تمثيل دبلوماسي، هتدخل عصبة الامم. وده على عكس مين يا جماعة؟ اللي اتعمل مع فلسطين. وده يبقى امتلكت في مؤتمر بالتيمور، امتلكت اليهود او امتلك اليهود حق كانت مصر قد سبق وتمتعت به بمقتضى او بدءا منين مصر خدت حق التمثيل الدبلوماسي؟ طبعا من تصريح 1922 28 فبراير، وبعد كده طبعا معاهدة 36، لكن بدءا من يبقى تصريح 28 فبراير. فتح ابواب فلسطين هو منح الوكالة اليهودية. يبقى ايه المزايا اللي اكتسبها اليهود؟ دعم الموقف الاداري والعسكري، دعم الموقف الاداري والعسكري.
وطبعا الغاء الكتاب يبقى الكتاب الابيض الثاني تعطل بسبب الحرب العالميه، تمام، لكن الغي بسبب، تمام، بريطانيا او اللي هو اسف الولايات ايه المتحده، او الانحياز او ظهور مصالح جديده للدول الكبرى مع اليهود. فالحرب العالمية الثانية بيقول لي كانت ألمانيا ترفض أنفاسها الأخيرة، قام اليهود بدعاية واسعة النطاق عما اقترفوا، يعني قام به النازي من جرائم بشعة ضد اليهود، وزعمت أن عدد منهم قتل أو أحرق 6 مليون ضحية. فإحنا عايزين نعمل إيه؟ نروح كلنا إلى مين؟ فلسطين. فعشرات الآلاف من اليهود شحنت الى فلسطين بشكل ازعج سلطات الانتداب. فعلى طول بريطانيا اعترضت وقالت الهجره دي كلها لن تنفذ الا باباده العرب، مش هنقدر نعمل كده مذابح جماعيه. فاليهود بقى اتضايقوا من اعتراض بريطانيا فراحوا للي جايبهم. مين اللي جابهم؟ الولايات. فقالوا لها كده ماما 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 تعالي ولعي النور، يعني تعالي شوف بريطانيا بتعمل ايه. فبريطانيا الولايات المتحدة راحت ماسكة بريطانيا وقالت لها بريطانيا، فقالت لها خلاص تنزل المرة دي. يبقى لم تستطيع بريطانيا رد حليفتها الكبرى التي خلصتها من ألمانيا النازية، ففشلت بريطانيا في معارضة الولايات المتحدة، فأصبحت الولايات هي المؤيد الأول لليهود في الوقت الذي ساعد فيه بريطانيا إلى سحب نفسها من هذه القضية، وخاصة بعد نجاح حارة رومان والحزب الديمقراطي بأموال يهودية. يبقى المال خادم جيد للسياسة. نجحت هذه النظرة في نقط في الولايات المتحدة لما اليهود سيطروا على أو حسموا السلطة التنفيذية لصالحهم. فهنا تشكلت لجنة إنجليزية أمريكية نتيجة طبعا المنظمات الصهيونية قالت لبريطانيا هو أنت هتخلعها كده بسهولة؟ مفيش يابا، تعالي بقى علينا سياسة إرهاب. قتل وزير التموين اللورد موين ونسفوا فندق الملك داوود بما فيه من نزلاء. يبقى هنا استخدم اليهود سياسة الإرهاب. فالسياسة دي أدت إلى أن الدولة صاحبة الانتداب اللي هي مين؟ بريطانيا، تمام؟ ضغطت على القوى الكبرى اللي هي الولايات المتحدة، القوى الصاعدة في الغرب، تمام؟ اللي هي الولايات المتحدة. فبالتالي بقي في حل اللي هو اللجنة الإنجليزية الأمريكية، وقالت بقى إيه يا شباب نفس القرارات، فإحنا عايزين نعمل فلسطين دولة يهودية، فلسطين ستكون دولة يهودية، فتح باب الهجرة، حرية انتقال. فاتمنحوا اليهود حقوقا لم يكن يتمنوها في تصريح بلفور. فهنا بريطانيا حاولت تجمع الطرفين عرب ويهود وتوصل إلى اتفاق لكنها فشلت. فحضروا العرب وقالوا ان كشفوا عن مخطط ابادة اليهود لهم. يا في بريطانيا الحقيقة ده اليهود هيعملوا ابادة لينا. فطبعا بريطانيا نفضت يدها وتركت القضية امام الامم المتحدة. الامم المتحدة خدت قرار في 47 بتقسيم فلسطين منطقة عربية، منطقة يهودية، منطقة دولية. يبقى فلسطين لها تقسيمين، تقسيم بل 1937 وتقسيم 1947 بواسطة الأمم المتحدة. تعالوا نشوف التقسيمين وناخد بعض الأفكار عليهم. لو لاحظنا إن هنا لما نيجي كده نقول إيه يا شباب، تعالوا نصغر بس الصورة عشان يعني أقدر كده أجيب لكم الخريطتين قصاد بعض. فهنا لو لاحظنا إن آدي هنا تقسيم بل وآدي تقسيم 47. اول حاجه هنا كانت دي الدوله العربيه كانت كلها مع حدود مصر، هنا بقيت للدوله اليهوديه اللي هي ادي ايه، تمام، اللون ده الدوله اليهوديه بقي مشترك مع. يبقى في تقسيم 47 يختلف عن 37 في نقط. اول حاجه زياده الخطر على الحدود المصريه. طب تاني حاجه يا جماعه، هنا عندنا ادي اليهود هنا بقي لهم منفذ اللي هو ده خليج العقبة، تمام اهو، وهنا بقي لهم منفذ شمالي برضو هنا يهود، تمام، وادي يهود اهو منطقة يهودية. فبالتالي هنا بقي ادي منافذ شمالية وجنوبية، يبقى يختلف تقسيم 47 عن 37 في نقط ان اصبح تعدد الوجهات البحرية
لدولة مين؟ برافو عليكم. تمام. كمان هنا لو لاحظنا ان ادي الشريط الحدودي اهو. طيب هنا لو لاحظنا ان الشريط ده حصل له ايه؟ حصل له انكماش. تمام. يبقى انكمش الشريط الحدودي على البحر مين؟ المتوسط. لكن زاد الشريط الحدودي على الاراضي المصرية. طب كمان ايه تاني؟ ان هنا المنطقة دي تغير وضع المنطقة الدينية. فهنا كانت منطقة انتداب، هنا بقت منطقة دولية، فيشبه وضع فلسطين في سايكوس بيكو. فكل دي اسئلة على الخريطة يا جماعة، خاصة ايه لما نيجي الخريطتين قصاد بعض ونقول لك يختلف ده عن ده، فخلي بالنا من الاسئلة اللي زي كده. بعد كده هنا بنقول ان لما بريطانيا عملت ده والامم المتحدة عملت تقسيم، فبريطانيا سحبت نفسها في سنة 1948 وأعلن قيام دولة إسرائيل، إعلان قيام دولة مين؟ إسرائيل. لكن لما تيجوا نبص على فلسطين هتلاقي إن عرب منهكين، ما حدش بيساعدهم، والبلاد العربية مشغولة بتحرير نفسها اللي بتدافع عن الحق العربي، أما دولة بيلاقوا دعم من أعظم دولتين في العالم، الولايات والاتحاد السوفيتي. يبقى تأثر العرب سلبا من الصراع بين الكتلة الشرقية والغربية، وظهر ذلك فين؟ في اهو هقول لك في قضية فلسطين او بعد الامم قرار الامم المتحدة. كمان اليهود لديهم القوات المدربة، اتدربت منين؟ من مؤتمر بلتيمور، امتلكوا قوة عسكرية، ومن مشاركتهم في الحرب العالمية الثانية. يعني كل التطورات لصالح مين؟ اليهود. قاموا بعدة مذابح ضد العرب، مثل مذبحة دير ياسين اللي استشهد فيها النساء والأطفال وأسير الزعر وفرار طبعا العديد من الفلسطينيين. فجماعة الدول العربية خدت قرار بحرب فلسطين 48. وإن شاء الله المحاضرة الأخيرة اللي هي المحاضرة الثالثة هاخد لكم فيها كل الحروب والفصل الثامن، ويبقى كده خلصنا المنهج. وبعد كده هاخد اسبوع كامل انزل لكم اسئله وحلول عشان ان شاء الله تكون فتره جميله. ما تنسوش لايك وكومنت وشير للقناه، لان القناه دي بدات بيكم وهتكبر بيكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم دفعه 23، دفعه المجتهدين والمميزين وحبايبنا الغاليين في كل مكان. اشوفكم على خير.